مرحبا بكم، نهار جديد، فيديو جديد مليء بالاشياء والمفاجآت. اليوم العيد الميلاد ديال البنيته ديالي، قفلات 10 سنين، دونك درت لها اون بيتي سوربريز في الدار. هي مشات للمدرسه ما فراسها والو، لان الحفله غادي نديرها لها نهار السبت، تعرض صحاباتها للسينما وهذا، من بعد يمشيو يديروا مريندا في ميلك شايك. دونك درت لها مفاجاه في الدار، بتي تحت هكا زوقت لها الدار بالجلوبوس، هي كتبغي الجلوبوس. دونك نوريكم الطارطه صغيره، هي كتبغي طارطه ديال الفانيليا والشوكولا ولا ديال الفريز. دونك لقينا مشينا لواحد الباتيسري زوينه معروفه هنايا سميتها باستيليريا لا باس، كدير الحلويات زوينين قديمه. دونك طلبنا لها هاد لا بتيت تارت، ما بغيناش حنا طارطه كبيره، لان انا ما كناكلش الحلاوه وهما حتى هما ما كيكثروش من الحلاوه. دونك من بتيت تارت هكا غير الفال وصافي. ندير لها مفاجاه غادي يعجبها الحال. صافي هنا خديت ليهم، درت لهم شكيرات ديال الحلوات، هنا درت لهم بازوبات، درت لهم شوكولا، درت لهم مانيسيس كاوكاو معمر بالشوكولات سبيراليت، ودرت لهم واحد لو بيت سوربريز، هادو دي براسلي كيداروا في اليد وكيوليو كيبريو في الليل، كيشعلو كيعجبو الدراري الصغار. درت لهم هنايا 8 شكيرات ليهم وصافي. دابا الى الطريق الى السينما. صافي هنايا انطلقنا، درنا رونديفو معاهم مع الخمسة، الفيلم كيبدا مع الخمسة ونص، درنا في الباب ديال السينما تما تلاقى مع صحاباتها وصحابها، يتفرجوا الفيلم. عاد غادي يدوز في السينما جديد سميتو بروخاس، لاس بروخاس، الساحرات، ديال واحد الكاتب سميتو غالز، هو اللي كتب بزاف ديال الكتب ديال الاطفال، لا فابريكا شوكولاتي، دار بزاف ديال الكتب. صافي هنايا دخلنا شدينا البلايص، دابا بين قوسين مع الكوفيد ما كيجلسوش مجموعين، كيديروا كيخليو دائما جوج كراسه بين كل شخص، وكديري لها الكول في الباب وتدخلي بماسكاريه، ممنوع تشري حتى شي حاجه من تما تاكليها، يعني غير تفرجي وصافي. وصافي دوزوا العشيه غزاله. وصافي هادو بعض الهدايا اللي توصلت بيهم، هذه المونيكا ديال تشانتي مال كتبغيها بنتي هي وبو بلاي موبيل، واحد الكتاب هي كتعجبها تقرا لها بروخاس على لا موضه، مونيكا ديال لول، هادو دايرين البوم عندنا ما مفقودين، ما كنلقاوهمش كاع البنات كيبغيوهم، وهذاك بولسيتو حتى هو كيجيب ديك الزويوقات وستيلو ديالو ديال بروخا، واحد البيجاما ديال الشتا نيت جات فوقتها غزاله ديال هذا الوقت، طريبي شد البرد والبونويات، وصديقه اخرى دارت لها بيجامات ديال ديزني، ودارت لها اهداء واحد البونوس ديال ساعه ونص حتى لساعتين ديال ليكيتاسيون، الصديقه ديالها مسجله تما وعرضتها حتى هي تجرب الى عجبها الحال تما. ودابا بغيت نشارك معكم دي موفين وواحد لي ساندويتش غادي نوجدهم للبنيته ديالي، يكونوا عندنا في الدار واجدين، نعطيو افكار الامهات اللي عندهم الدراري الصغار في المدرسه وكيحيروا بعض المرات شنو يديروا. دونك دي موفين يكونوا ما امكن صحيين ويفيدوا الدراري الصغار ديالنا، ولي ساندويتش حتى هكذاك. دابا بنتي في المدرسه ولي زاكتيفيتي سكولير بعض المرات كتعطل في العشيه، دونك كنفضل تدي واحد الساندويتش كومبلي اولا موفين تفطر به في الدار اولا تديه للمدرسه، يكون اكثر يعطيها طاقه ويعطيها فائده للجسم ديالها. دونك انا بغيت نديرهم وقلت علاش لا نشاركهم معكم، بهكا نعطيو افكار الامهات علاش لا. دونك المقادير اللي غادي نحتاج الشوفان، غادي نديرهم بالشوفان، الشوفان اولا لافين لافوان اون فرونسي كيتباع عندنا حنايا، هذا مطحون انا كناخذ هذا من ميركادونا، وغادي نخلطو مع شويه ديال الطحين ديال الفرس اللي كان عندكم، انا كنستعمل هذا ديال بيسكوتشو لان 100% ديال البوستريس. غادي نستعمل نفس القياس، هذا القياس ديال 125 مللي، به غادي نعبر السكر والزبده والحليب. دونك السكر الاسمر دوبت هنا شويه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت، ونفس العبار ديال الحليب اللي عندكم في الدار، ولافين غادي نحتاج عصير حامضه وزست ديال الحامضه
وغادي ندير الا عندكم بيض كبير الفورما ال ديروا غير جوج، ولا كان عندكم صغير بحال ديالي ديروا ثلاثة. وغادي ندير لي فروي سميتو فروتاس ديال البوسكي، انا كنشريها مجمده لان صعيب باش نلقاوهم دابا طريين، دونك عفوا كنشري هادي كونجولي وكنميكسيهم كنميلونجيهم. وغادي نحتاجو البول فين غادي نخدمو، وغادي نحتاجو هادو ديال السيليكون ديال الموفين، انا عندي هاد الكاريط بغيت نليكيديه، وهادو ديال السيليكون باش ما يلصقوش معايا. زيست ديال السيترون، وغادي نبدا كندير في الشوفان وشويه ديال الخميره، نزيد شويه، وفي اخر مرحله غادي نضيف فروتا ديال البوسكي. صافي دابا غادي نديهم للفران من الفوق ومن التحت تنشوفوهم تحمروا وطابوا 15 دقيقه على درجه الحراره 180 في النص ديال الفرن، اللي عنده الفران ديال الضو، اللي عنده ديال البوطه يعطيه العافيه مهيله من التحت حتى يطيبوا، عاد يدير لهم من الفوق ويبقى كيشوف. انا راه واخا ديال الضو كنشوفو كنبقى مراقبه باش ما يدوزهمش الطياب. لي موفين ديالنا هما علينا وجدوا، غيزيدو شويه وغادي نحيدوهم، شتو تبارك الله راهم طلعوا. دونك و لي ساندويتش غادي ندير جوج الانواع، عندي هنا هاد الخبزكي عندنا ديال الشباطه، هذا كيديروا فيه زيت البلديه وكيديروا فيه ماسا مادري، الخميره البلديه هي ماسا مادري، كيجي فيه الريحه زوينه. كان عندي كونجيلاتور دائما كنشريه فاش كنتغدى، المهم باش يكون في الدار هكا. غادي ندير هادو ربعة ساندويتش على واحد الشكل ديال البيض والفرماج والفلافل الحمراء والبصله وشويه د الملحه، و ربعة د لي ساندويتش اخرين غادي نديرهم على شكل بيتزا في الفران. دونك غادي ندير هنايا، بقاو معايا غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير له. غادي ندهن هاد لي بتي بول، بما ان الاخرين ديال الكوب كيك عندي مشغولين كيطيبوا فيهم الكوب كيك، دونك غادي نستعمل هادو. كيلصقوا شويه، هادو جبتهم من المغرب الصراحه ما لصقوليش زوينين، كيلصقوا شي شويه، دونك غادي ندهنهم بالزبده.
نوجدهم. ثم هذا الفرماج ديال الكاسيرو ما كنشريهش بزاف الصراحه، الا شفت التقضيات ديالي ما كنشريهش، بما ان خديته غير على الساندويتش وكيدوب مزيان في الفران، يعني خاص لي ساندويتش. دونك اول حاجه غادي ندير غادي نحل هذا الخبز، هذا مسراه ديال اللحم ولكن كيعجبني نقطع به الخبز، كيقطعوه مزيان حتى هادو كيجيو مزيانين في لي ساندويتش. والحجم ها نتوما قدات تكملوا هو هذاك، ما قداتلوش تاكلوا على من قدات فيا، ما نقطعوه هكا على شكل دائري ولكن معليش. غادي نديرو في الفران الطوسطة شويه باش يسخن، ودابا غادي ندير على كل واحد. هما تخليوهم على هذا الشكل حسن، ولكن انا بنتي ما كتبغيش البيض هكذا، دونك غادي نهرسو هكا غير شويه. نتمنى تكون كتبان لا فوتو. شويه بصيله في كل واحد، كيجي بحال اومليت وكيجي زوين في الساندويتش. ندير واحد الفليفلات غير قليل، لان راكو عارفين الدراري الصغار فاش كيلقاو الخضره في الطروفه ما كيبغيوش ياكلوها، دونك غادي ندير غير قليل هكا. صافي هما طابو، غادي نجبدوهم. تبارك الله ترتقوا جاوا زالين شهوه منهم. انا غادي نجبدهم وغادي ندير مسائل اخرى. ها هما وجدوا معنا البنات، ها انتما باقيين سخونين، ها الشكل ديالهم رائع وكيجيو ما كيجيش بيض، لان ماشي طحين ابيض هذا، راه شفتوا درت غير شويه ديال الطحين. انا غادي نحلها معكم، لي فخوي كيجيو لداخل غزالين وصحيين. غادي نعطيها لبنتي دابا، غادي تمرين بيها هانتوما. وصافي لي موفين ديالنا وجدو، دابا غادي نعدل معاكم، نجبد لي ساندويتش وغادي نديروهم وجدوهم هانتوما. البنيته نبدلو شويه مره ماشي دائما غاطو، نبدلو شويه د ليموفين شويه د لي ساندويتش شويه التنوع، راه حتى هو مزيان. او ساندويتشات الاخرين غادي نديرهم على شكل ميني بيتزا، سنحتاجو موزاريلا وكيسو ايمنتا. كما كتشوفوا دائما انا كنشري الفرماج اللي كيكون 00 غير الكراسا والبروتينا، لان حتى الفرماج راه كيديروا فيه بزاف ديال التخربيق، خص الواحد يدير البال. الفلافل عندي هنايا والبصله والخبز. انا الزيت هادي كانت عندي هنايا، دونك ماشي يعني ماشي عادية، غير طوماطي فريتو. هذا غادي ندهن هكا شوية، نعطيوه شوية الصابور. لأن الواحد الصراحة راه بالنسبة للأمهات العاملات راه
راهم عارفين بان الوقت راه ثمين جدا، والعيالات اللي جالسين في الدار حتى هما عندهم الدراري راه مسؤوليه كبيره، والواحد راه الصراحه راه كيعيا. دونك من الاحسن نديديكيو واحد النهار، يوم الاحد ولا يوم السبت ولا نديديكيو واحد النهار نديرو فيه مجموعه ديال الاكلات، الاكل للدار، الاكل كما كنت كنشارك معكم الميل بري، نديرو حتى هما ديال الكوتي وديال العشاء. وهكذا الواحد فاش كيكون عيان او لا مريض او لا كيحرقوا راسو، غير يجبد من الثلاجة ويدير في الفران يسخن او لا في الميكرو اوند، وها هما الوليدات كلاو والعائلة ديالو كلات. صافي هنا غادي نديرهم يطيبو. كما كتشوفوا انا كندير هاد السيستم هذا اللي كيجي كروستيون من الفوق كيدوغي، وكندير 150 درجه ما نزلو باش عليهم في الطياب عفوا، غنديرهم يطيبوا. وها هو البيض جبتو، ها هو هادو غادي نكونجليهم معاكم باش تشوفوا كيفاش كندير لهم كونجلي. غادي نهز زيبلو بشكل عادي، وغادي نهز الخبيز وغادي نديرو هكا. الطبلة ديالي انا راه نقيه، راه دائما بالتنظيف نقيقيه، يعني هاد الفرماج ما غاديش نضيعو، غادي نطحنو الخبز غادي نديرو هنا صافي، ونحاولو نخرجو الهواء. بغيتو تكتبوا عليهم تكتبوا، انا ما غاديش نكتب عليهم لان ماشي اللي عنده الكونجيلاتور كبير بزاف وعنده لي زاليمون بزاف يكتب ويدير التاريخ ويدير، انا غادي نحتاجهم في وسط السيمانه غادي نجبدهم غادي نحتاجهم، دونك غادي نديرهم هكا نكونجيليهم. هانتوما ساندويتش خفيف ظريف، يعني ماشي من داك اللي عامر وتعيا يعياو منه الدراري. هانتوما غادي نجيب الكاغيط صافي، بغينا نعطيو لهم هكا سور بلاص في ساندويتش راه نعطيوها لهم. دابا بغيتو تكونجليهم غنديرهم معاكم كونجلي. نهزو لا ساندويتشيره ديال بنتي درتو لها في الكاغيط، نديرو لها هنا ونشد عليه. ها هي عندها الساندويتش، بغيت نقطعو على جوج لان ما غاديش تقدر تاكلو كامل اولا جو سي با، هادي غير افكار كنشاركوها مع بعضياتنا تعم الافاده. وهانتوما ونشد عليه ونرجعو لهنايا لا توستادورا ونخبو هكا. تدير المدرسة مع العصير او لا مع دانون او لا مع فاكهة او لا تمر وفواكه جافة اللي كان.
والطريقه باش نكونجي ليهم انا غادي ندير لهم هكا. ساندويتش على ستيل ديال بيتزات ميني بيتزات حتى هما كيجيو كروستيون كيجيو رائعين. ها نتوما كروستيون هذا الخبز ديال تشاباتا ايديال للساندويتش والبيتزا هكذا في الفران كيجي كروستيون حتى هو نخليوه حتى يبرد ونكونجوليوه اولا نديروه غير في الثلاجه الفوق. حتى هادو افكار للدراري الصغار المريندا ميديا مانيانا. وهو هذا الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو. نتمنى يكون عجبكم الافكار اللي شاركت معكم للدراري الصغار ديالكم لوليداتكم ديروهم لهم في الكوتي اولا في العشاء اولا في ميديا مانيانا اولا يديوهم للمدرسه على الشله. افكار رائعه نشاركوها مع بعضياتنا باش تعمل افاده. الى عجبكم الفيديو شيروا له بلايك شاركوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعمل الفائده وما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الزر الاحمر باش توصلكم كل جديد في القناه. والى هنا نخليكم في امان الله. تهلاو لي فراسكم احبائي احبائي مع السلامه.